الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فاعلموا يا رعاكم الله أن الانتقائية صفة مذمومة وعوار مشين، إذ هي تفقد المصداقية والتوازن، وحينما يتصف بها شخص ما فكأنما يحكم على نفسه بالسقوط والحطة من أعين ذوي الأفهام السليمة. فلن ينجح أو يفلح والد انتقائي، ولا صديق انتقائي، ولا معلم انتقائي. وقولوا مثل ذلكم في طالب العلم والمفكر والكاتب والناصح والسياسي. ومن حاله ملتاثة بالانتقائية فستكشفه الصروف لا محالة، لأن من استطير وراء لها بالانتقائية فقد يصدم غدا بنقيض حاله حينما يحتاج إلى ضد انتقائيته الأولى، ولا تساعة استطاعة. ولأجل هذا كان مما أوصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم أحد صحابته أن قال له: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رواه أحمد وابن ماجه. ولأجل أن نرفع الانتقائية عن واقعنا عباد الله، فإنه يجب علينا استحضار أمرين مهمين: أحدهما توفير المنظور السليم في العرض، وثانيهما شمول الرؤية في العرض. وقد حرص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذين الأمرين في الشاب الذي جاء إليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد، وطلبه أن يأذن له بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم سأله بعد ذلك: هل يحبه لابنته ولأخته ولعمته ولخالته؟ ومن هذه القصة يؤصل موقف النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا منهجًا في الحكم على الأشياء والتعامل معها، وذلك من خلال توفر عنصرين أساسين، وهما عنصر العدل وعنصر العلم. لأنه ينبغي علينا في جميع شؤوننا أن نستهدف الهداية لا الإغاظة، والتوجيه لا الإثارة، والنصح لا التعيير، والتبيين للناس لا التنفيس عن المشاعر الذاتية، والغيرة للحق لا الانتصار للنفس. ولا شك أن أثر النفع من أثر القصد، وإذا اختل القصد فإنها الانتقائية ما منها بد. قال وكيع بن الجراح: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وقد وصف أبو الفرج ابن الجويزي رحمه الله بعضًا ممن وقع في الانتقائية التي نعني من أهل زمانه، حيث قال عنهم: فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بيَّنوا وجه الطعن فيه، وإن كان موافقًا لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه، وهذا ينبئ عن قلة دين وغلبة هوى. ومن أراد القبول عند الله وعند الناس عباد الله فليشحذ همته إلى الوضوح والمصداقية واتقاء الانتقائية الحالقة الفالقة. ولله ما أحسن ما وصف به البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، حيث إنه ذكر مسألة في الزكاة في كتابه الصحيح، فقال عنه شراح صحيحه: لقد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.
أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله